بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على البيم. البيم هو عبارة عن إيه؟ البيم Building Information Modeling، يعني بعمل نموذج للمبنى، نموذج غني بالمعلومات بالإنفورميشن. تمام؟ طيب إيه الفايدة الكبيرة؟ أولا هو بيزود معدل الإنتاج. تمام؟ هو بيلدينج مختص بالمباني، فهو ملوش دعوه باي انتاج غير المباني، ملوش دعوه غير بالمباني. دلوقتي الحمد لله دبي بدات تبقى اساسي، اي مبنى لازم يكون معمول بالبيم. البيم هو فكره او فلسفه. تمام، فكره او فلسفه ان انا اعمل نموذج للمبنى واحل كل المشاكل على الكمبيوتر، ما احلهاش في الموقع. فلو في اي مشكله انا بحلها اثناء الشغل، بحلها اثناء الشغل في الموقع، ما بحلهاش اثناء الشغل في السايت، ما بركبش حاجه وفكها واوصل تاني والحاجات دي كلها. تمام، من ضمن البرامج اللي شغاله في البيم برنامج مثلا زي برنامج الريفت. الريفت ده بيعمل الموديل، في برنامج تاني بيعمل موديل زي الارشكاد، في برنامج بيعمل النموذج الحديد او الستيل زي نقدر نقول تكلا، او اشهر حاجه تكلا، من المشاريع المعموله قوي بتكلا وروعه، مشروع المتحف في قطر ده انا ساكن جنبيه على طول، فكله ستيل. تكلا صراحه ملوش بديل في الموضوع ده، يعني تيجي تعمله باي برنامج تاني لا، هو الحديد تكلا. تمام، دي اول خطوه ان انا اعمل نموذج 3D. طيب لما اجي للخطوه اللي بعد كده ان انا اعمله مرتبط بالزمن، يعني عملت الزمن اللي هو برنامج البرومافيرا، قلت مثلا كل مهمه هتخلص امتى. طيب انا عايز اربط الشغل اللي عندي في الريفت بالشغل اللي عندي في البرومافيرا، بعمل ايه؟ في برنامج اسمه نفس وركس، في كذا برنامج تاني انا بدي بس امثله. تمام، في برنامج اسمه سينكرو، ده مستخدم في بريطانيا، في حاجه تانية اسمها الفيكو. الفيكو ده موجود منه بيعمل اللي بيعمل موديل واللي بيعمل الربط واللي بيعمل الحصر. يعني احنا بنتكلم في الفلسفه او في الفكره بتاعت البيم، مالناش دعوه بالبرنامج اللي بيستخدم. تمام، الشهير البرامج بتاعت اوديسك دي المشهوره جدا، بس لو انت عايز تستخدم برنامج تاني مفيش مشكله، المهم ان انت في نطاق البيم. تمام، يعني لو انا مثلا ازاي تعرف ان ده بيم ولا مش بيم؟ اعمل سيلكت على العنصر، عرفت منه معلومات ولا ما عرفتش؟ يعني انا دلوقتي مثلا جيت في الكاد وحاجات مرسومه قدامي 2 دي والحاجات دي كلها ومكتوب انها حيطه، عرفت انها ازاي انها حيطه؟ انا تخيلت او باللاير او بالحاجات دي، انما انا لما بعمل سيلكت وابص في الخصائص يقول لي ده حيطه، ده قوس، ده دايره، ما بيقولوش ان ده حيطه. تمام؟ انما مثلا الريفت بقف عليه بيجيب لي كل الخصائص بتاعت الحيطه. تمام، يقول لي مين اللي بناه وهتبني امتى والطبقات بتاعته قد ايه والسمك بتاعه ومنين لفين وارتفاعه قد ايه، كل المعلومات دي مجرد ما نعمل سيلكت على الحيطه اعرف المعلومات. نروح ل 3 دي ماكس على سبيل المثال، بتعمل سيلكت على العنصر هو شايف الكتله، ملوش دعوه بالحيطه، ملوش دعوه بالخصائص اللي جوه، ملوش دعوه باي حاجه خالص، دي شايف الكتله. تمام، دي نقطة من ضمن النقط. النقطة الثانية، النظام بتاع الكاد بيعمل كل لوحة منفصلة بذاتها. يعني ايه؟ يعني عندي لوحة استكاشن وعندي لوحة بلان، طب لو عدلت في البلان ملوش دعوة بالاستكاشن، طب فين الحصر يا اخوانا؟ الحصر في ملف اكسل او كاد، بس لو انا عدلت هنا ما تعدلش هنا، لو عدلت حاجة هنا ما تعدلش هنا، فكل حاجة ملاش علاقة ببعض. تمام، في الريفت عكس كده، او في البرامج البيم، خلينا مركزين ان البيم دي الفلسفه او الفكر، والريفت ده الاداه اللي انا بستخدمها عشان احقق الفلسفه دي. يعني انا عندي مثلا فلسفه العدل مثلا، تمام، دي فلسفه او فكره عامه عايز انفذها، فبقول انا والله ممكن اعملها عن طريق كذا، انا هخترع اليه لتنفيذ الحاجه دي. تمام، انا عايز احل مشكله المرور، عندي حاجه فلسفيه، فبقول انا ممكن احلها عن طريق ان انا احط كذا كذا اشارات مثلا او كذا احل فيها المشكله. فالريفت مش منافس للبيم، البيم دي فلسفه عامه
وفي برامج كتيرة موجودة من ضمنها الريفت، في ارشكاد، في برنامج اسمه ماجيك كاد. الحاجات دي كلها ان شاء الله يعني هتلاقي الشرح ليها على المدونه بتاعتي draftsman.wordpress.com، او اعمل سيرش على مهوس البيم ان شاء الله هتلاقيها. تمام، برامج البيم لما عدل في حاجه تتعدل في الباقي، يعني لو عدلت حاجه في البلان تتعدل في السكشن، اعدلها في السكشن سبحان الله تتعدل في البلان وتتعدل في السكادول. لو انا في الدور الاولاني ورسمت ماسوره وقلت له الماسوره دي في الدور الاخير، تطلع في الدور الاخير تلاقي الماسوره. تمام، ليه؟ العناصر ذكيه متواصله مع بعض. يعني كان اول لقاء ليا مع فكره البيم والحاجات دي كانت في 2006 2007، كنت شغال على مشروع لسه جاي معماري، فانا بنضفه بدخل اشيل بظبط فيه حاجات، ففوجئت ان في ايه باب في وسط حيطه، اشيل الباب الحيطه تكمل. الله، ايه ده يا اخوانا، في سحر ولا ايه؟ الكاد البلوكه ملهاش علاقه بالحيطه، مفيش حاجه ليها علاقه بالتانيه، لو حطيت الباب فوق الحيطه ملهاش علاقه. تمام، البيم لا، ده كله متوصل ببعضه، كله متوصل ببعضه، هي منظومه كامله، مفيش حاجه اسمها انا بعمل في دي يبقى مش اثر في الباقي، لا كله بيتاثر في بعضه. تمام، ممكن تيجي تعمل تيجي تحط مثلا باب مثلا يقول لك خلي بالك ده في هنا شباك، الاثنين هيخبطوا في بعض. انما مثلا في اي برامج من الكاد، منهم برنامج الاوتوكاد، برنامج الاوتوكاد مش هو الكاد، الكاد دي فلسفه منها برنامج الاوتوكاد، انما في برامج تانية بترسم الشغل بتاع الكاد. تمام، طيب يبقى انا كده عندي كان زمان في كاد، وبعد كده بقى في بيم. البيم ليه احنا بنفضله وليه بقى يفرض، ما بقاش اختياري، بريطانيا ما خلاص. انا الحمد لله كنت اديت كلمه في جامعه في بريطانيا عن طريق السكايب، طبعا ما سافرتش في الحاجات دي، فكان من ضمن الحاجات انها الزامي مش اختياري، خلاص في بريطانيا كلها حاجه بسيطه سنه ولا سنتين هيبقى اجباري، مفيش مبنى البلديه هتستلمه غير لما يكون بيم. دبي خلاص السنه الجايه برضه هيبقى اجباري، مفيش مبنى هتستلمه البلديه غير لما يكون بيم، وده ما فيهوش هزار. تمام، طيب ليه بقى البيم بقى اساسي في الموضوع، وليه الواحد بيحاول يحس الناس انها تسيب الكاد وتروح البيم؟ هو بقى خلاص اجباري، لو هو ما فيش حد عربي او مسلم يتعلمه هيضطروا يجيبوا ناس من بره. تمام، ودي خساره، هو مرحبا باي حد يجي من بره، بس دي خساره ان احنا اصلا عندنا ناس مش شغاله ونجي ناس من بره، يعني بالمنطق كده مش هتيجي. تمام، البيم افادنا جدا في موضوع الوقت، بدل ما كنا بنقعد المشروع بنلاقي جعلصه كده في الموضوع، بتلاقي المشروع بدل ما كان هياخد سنه بياخد 4 5 6 سنين، لا هو في الوقت خلاص المشاكل اتحلت في اثناء التصميم، فمفيش مشاكل خلاص في الموقع. التكلفه قلت جدا. تمام، في الكاد كان انضف مشروع في 20% هالك، يعني هالك يعني ايه؟ يعني عملت حاجه وشفت انها اتعملت غلط وبكسرها، الصاج اتركب واكتشف ان هو غلط ما اتعرض مع حاجه ثانيه بنكسر الصاج ونرميه، ما ينفعش يتركب ثاني، فكان في اقل حاجه 20%، ده كان في بريطانيا مثلا حاجه نظيفه جدا في 20% غلطات. تمام، التكلفه خلاص كده خلصت. تمام، فلقينا في مزايا كتير قوي، لو يعني تقول كده خلاص اخوانا بالتخيل كده كل الشركات اللي موجوده في العالم كله اتحولت ل لبيم، بس ده مش حقيقي. ليه؟ عايزين نعرف ليه. اولا الناس اللي عارفه بيم مش كتير. تمام، طب ايه المطلوب؟ ندخل نتعلم بيم، يعني الموضوع بسيط، هو اسهل من كاد، اسهل من الكاد فعلا. تمام، وبيجنن الغلطات. تمام، طيب لو دخلت على المدونه تحت ان شاء الله هتلاقي الشرح بتاع اي حاجه انت عايزها، ولو في اي مشكله انا معاك. تمام، احنا محتاجين ايه؟ اول حاجه الناس تتعلم البيم على اساس الناس تبدا تشتغل بالبيم. الشركه عباره عن افراد، الافراد دول اللي تعلموا بيم يختاروا برنامج كلهم يشتغلوا عليه، هتلاقي الموضوع بقى بسيط، وهتلاقي
طريقه ان الشركه تتحول للبيم موجوده على المدونه، وطريقه ان الشخص يبدا يخش في البيم هتلاقيها برضو موجوده. اشهر برنامج في الشرق الاوسط هو الريفت، وبالذات الريفت اركتكتشر في الشركات الاستشاريه. تمام، ليه؟ لان هو بتفيده جدا بقى ان هو بدل ما يقعد يعمل واجهات، لا خلاص بقى الواجهه بتظهر معاه على طول، بقى السكشن بتظهر معاه على طول، كل الحاجات دي بتظهر معاه على طول، فوفرت معاه وقت كتير قوي. فالريفت اركتكتشر اشهر حاجه. الاستراكشر برضو الريفت ام اي بي خصوصا في شركات المقاولات لان هو عايز يعمل حصر. برنامج المايكرو ستيشن مع اني صراحه ما اقتنعتش بيه قوي، حاسس ان هو بقاله بيتطور كل 5 6 7 سنين. الارشكاد ده يعتبر اول برنامج بيم كان موجود. اول بلان، الفيكو ده برنامج بريطاني كويس برضو. دي اشهر برامج بيم. تمام، طيب الشركات عندها استعداد انها تتحول البيم؟ لا، هي نقدر نقول عندها حب او مقتنعه بانها تحول البيم، بس بتقول لك ده لازم، ده اساسي، ده يا سلام، ده احنا لازم. طب ايه المشكله؟ اول حاجه موضوع ان الناس تتعلم بيم، ودي سهله يعني شرحتها كذا مره فمش عايز نقعد نكرر الكلام. تاني حاجه موضوع الاجهزه. تمام، ليه؟ لان موضوع الاجهزه انت مضطر ان انت تغير الاجهزه في السيستم كله. يعني انا عندي دلوقتي الاجهزه شغاله كحلو او كاد بنتيوم 3، لا ده احنا عايزين بنتيوم 7، محتاجين اجهزه والحاجات دي كلها. دي فعلا من ضمن الحاجات اللي مش حلوه، بس انت لما تيجي تبص لها التكلفه البسيطه اللي انت هتعملها مره واحده ان انت تحدث الجهاز، وبالذات لما تجيب واحد فاهم فيقدر يقول لك دي حاجه مهمه دي حاجه مش مهمه، ده احنا ممكن نعدل هنا. يعني مثلا كارت الشاشه مش مهم قوي في الريفت، تمام، هو ممكن يبقى مهم في الفوتوشوب ومهم في 3 دي ماكس، انما في الريفت مش مهم كارت الشاشه، المهم الرامات، ركز على الرامات وعلى الرامات على قد ما تقدر. لو تعرف تجيب حاجه 32 جيجا حلو، لو 16 جيجا حلو، لو 12 جيجا هيمشي معاك مفيش اي مشاكل. تمام، طيب نقدر نقول ايه المشاكل التانية غير التدريب غير الاجهزه كلها؟ يعني هو الفكره برضو ان هو بيقول لك ايه، هياخد وقت على الناس تتعلم. ماشي، هياخد وقت، ما تسيب الناس تاخد فتره مثلا في مشروع صغير 5 6 يجربوا في المشروع، وبعد كده يقول لك والله حلو وحش، يبداوا يجيبوا المشاكل. تمام، المهم بس ايه، ان احنا نعمل نموذج صح. لو عملنا نموذج صح هيفيدنا كتير قوي. يفيدنا في ايه؟ ابسط حاجه الحصر. انا بدي بس مثال بس هو فيدنا حاجات كتير قوي. الحصر بدل ما يجيب واحد وتقعده ويحط عينيه في الشاشه ويعمل ويعمل ويعمل. من الطريف في موضوع الحصر دوت ان واحد صاحبي كان على طول بيضرب الارقام، يعني المبنى كله ما كانش بياخد منه 3 4 دقائق حصر وما حدش قفشه. وفي شخص ما دقق عينيه قعد اسبوع كامل يحصر المبنى، في الاخر جم إيه انت غلطان وعيد الحصر والحاجات دي كلها. فسبحان الله، يعني ربنا بيسترها مع ناس، وناس بيكون عملها ربنا يكرمهم يعني. تمام، الحصر بالكاد عمره ما بيطلع دقيق، عمره ما بيطلع دقيق. ليه؟ يعني انا فاكر مثلا كنا بنقعد نحصر المواسير بتاعه الفاير على سبيل المثال. تمام، بس احنا اصلا مش حاسبين المسافه اللي بين السبرينكلر والماسوره اللي فوق. تمام، بينما دي لما تجمعها ممكن مثلا نص متر في 4000 سبرينكلر هيطلع معاك رقم كبير، هيطلع معاك 2000. تمام، فممكن تبقى انت ناسي حاجه، ممكن انت تكون بتحصل الخطوط الافقيه بينما في المواسير في حاجات راسيه مثلا وانت مش حاسبها، ففي حاجات ما بتبقاش دقيقه. طيب ماشي يا عم، انت راجل زي الفل وحصرت كله زي الفل. تمام، وبعدين واحد دخل عمل شويه تعديلات، هتعمل ايه؟ هتقدر تحصر التعديلات دي بس، ولا هتبدا تعيد الحصر من اول جديد؟ تبدا تعيد الحصر من اول جديد. الريفت لا، والارشكاد لا، والفيكو لا، البرامج بتاعت البيم لا. تمام، البرامج بتاعت البيم في جدول موجود اوتوماتيك، اي حاجه بتعدلها بتعدل في الجدول. تمام، يعني وانت مغمضيت بقى على الجدول خلاص، هي دي اخر حاجه انت اتعملت في الشغل. تمام،
من ضمن الحاجات التانية برضو ان هو بيظبط لي ارقام اللوح وارقام الحاجات دي. الحاجات دي كانت بتاخد وقت كتير، وكان بيحصل لخبطه، وتبعت اللوح وتلاقي فيه رقم مش مظبوط. كانت تقريبا 90% من الكومنتات على مثلا رقم اللوحه، التاريخ، الحاجات دي، لا هو بيظبطها اوتوماتيك. فهو رايح بالي، هو البيم يعني ايه، انسى كل حاجه، اركز في التصميم، عايزك تطلع لي تصميم كويس، تمام؟ انسى الحاجات اللي هي بتشتت الانتباه، تمام؟ طيب، من الحاجات اللي ناقصالنا في الوطن العربي ان يبقى فيه دستور، تمام؟ انا متعمد ان اقول كلمه دستور ده عشان احنا في مصر عندنا مشكله الدستور ديت، والحمد لله ربنا يكرمهم يعني عملوا لنا دستور زي الدستور بتاع شنكيز خان، جايبين كده حته كده من كل حاجه ترضي الناس، تعالى انت عايز ايه، انا عايز كذا هحطها لك بس انت توافق على الدستور. فجاب الدستور كده ملوش اي لازمه ولا اي حاجه ولا مقتنع باي حاجه فيه، تمام؟ عامل زي جنكيز خان. جنكيز خان جه جاب حته من الديانه اليهوديه، حته من الديانه الاسلاميه، وانت زعلان ليه؟ اه حته من الديانه النصرانيه، حته من الديانه كذا. خد شويه لعباطيكه كده وحطهم، وايه رايكم انتوا كده موافقين؟ اه صدق الحته دي بتاعتي خلاص انا موافق. المهم احنا عندنا في الشرق الاوسط ما عندناش دستور معين. يعني ايه ما عندناش دستور معين؟ ما عندناش وثيقه معينه تقول مثلا البيم عشان يبقى مظبوط عشان اقبله لازم يبقى فيه كذا كذا كذا. مش ممكن واحد يجي، تمام؟ وده اللي شفتها بعناية في مشروع كبير جدا بدون ذكر اسامي، تمام؟ كان مستشفى، انا شكلي كده هقول الاسم، تمام؟ كان مشروع كبير جدا، وقلت افتحه ريفيت، لقيت الراجل عامل ايه؟ عامل كله ضغط. يعني ايه عامل كله ضغط؟ يعني المكنه ما عملش سيرش عليها وما جابش مكنه، ده رسم ضغط كبير بابعاد المكنه وخلاص على كده، ومش موصل الضغط بالضغط ده، لا ده هو عامل ايه، موصل يعني لو حاجه جاي يوصلها وما قدرتش توصل انا بقى ما توصلت انا هشتغل عادي، تمام؟ فلو واحد بعت المشروع بعمله باي برنامج زي مثلا الريفيت بس هو عامله مش مظبوط، هيتقبل ولا ما يتقبلش؟ لا لازم يبقى فيه شروط. انا عشان اقبل الريفيت او عشان اقبل البيم او عشان اقبل الشغل بتاعك لازم تكون انت عامل واحد واثنين وثلاثه واربعه، اللي هي الحاجات الستاندرد، عملتها خلاص انا هقبل الشغل منك. فدي لسه احنا ما عملناهاش، تمام؟ محتاجين نقتنع اكتر بالبيم. يعني الناس اه حلو جميل، حلو اه حلو حلو، وحش لا وحش لا، هو مفيد جدا ووفر كتير جدا وانا استمتعت كتير جدا بالشغل بيه وبنطلع بيه شغل كويس جدا. بس هي الفكره كلها ان الاداره تبقى عندها استعداد انها تضحي بشيء ما، وتضحي بذكاء. يعني مش تضحي وخلاص، لا تضحي بذكاء، عارفه مثلا ده هتعمل كذا عشان تاخد كذا، فتضحي مثلا بكم مهندس كده تقول لهم خشوا انتوا جربوا في البيم ولو عايزين اي حاجه هنسهلها لكم، تمام؟ الله المستعان، ربنا يسهل كده الامور. لو انت حبيت تتاكد بالموضوع هات مشروع صغير، تمام؟ وهات واحد يكون كويس في الكاد يرسمه، واحد يكون كويس في الريفت. ما ينفعش تجيب واحد لسه بيبتدي في الريفت، هات واحد كويس المستوى زي مستوى الكاد، ما بقولش محترف ولا، هات الاثنين مبتدئين او الاثنين كويسين. هتلاقي الريفت لو هو الراجل اول مشروع طبعا بطيء زي الكاد برضه، لو الراجل هيتلاقي خلصه في وقت اقل من الكاد بس خلصه الحصر خلص، لو حصل اي تعديلات التعديل بتاعه سهل جدا، دي كلمه الريفت جايه من كده ريفايز انستانتلي، يعيد تكوين نفسه بشكل متوافق. ايه الكلمه من غلاصه دي؟ يعني اي حاجه هتعدل فيها هو اوتوماتيك بيتعدل في المشروع كله مره واحده، تمام؟ فانا مش هحتاج ان انا اعمل حصر. لو انت جيت تعمل الحصر في الاكسل او كاد او مانيوال طبعتها ورسمتها بايد مستحيله، تمام؟ في البرامج البيم ان شاء الله تلاقيها سهله. ومش دي بس الميزه، هي في مزايا كتيره جدا جدا جدا. اتمنى بس ان الناس تبدا تشتغل في البيم، اختار البرنامج اللي انت عايزه، بس البرنامج اللي انت عايزه لازم يكون برنامج مشهور عشان تروح تشتغل. انا مثلا اول ما بدات اول برنامج بدات بيه كان يعني اتقدم بيه شويه، وبعد كده برنامج ماجيك كيد. تخيل انا رحت عملت معاك انترفيو وبقول لك انا بعرف اشتغل في الحاجات البيم، اه كويس بتشتغل برنامج ايه؟ بتشتغل برنامج الماجيك كيد. ايه الماجيك كيد دوت؟ ده بيعمل كذا 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 كذا.
فهتلاقي نفسك قعدت معايا 3 4 ساعات عشان اشرح لك فكره الماجيك. انما لو قلت لك ريفت، الريفت معروف، اه تعالى. بعدين مش هينفع المكتب كله يشتغل ريفت وانا شغال ماجيك. فانت شوف البرنامج اللي هو الناس اللي حابب تشتغل بيه، اللي الشركات طالباه، افتح الجورنال شوف الشركات طالبه ايه وابدا اتعلمه، وحاول قدر الامكان تركز فيه وتحاول تطلع شغل كويس. وبعد كده هتلاقي حاجات تانية بتتطور، هتلاقي نفسك اوتوماتيك بدأت تنقل لخطوة تانية. يعني انا دخلت في حاجة خلصتها الحمد لله، دخلت في حاجة تانية، دخلت في حاجة تالتة، دخلت في حاجة رابعة. كل ما بخلص مرحلة ببص على اللي بعديها اساس ايه، ما بقاش متأخر على الدول اللي بره. تمام. معلش انا اسف انا طولت عليكم. اخوكم عمر سليم، وربنا يوفقكم، وربنا ان شاء الله يجزيكم عنا خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.